السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي مع موقع اسمه 3D ريبو، ده بيخليك تقدر تراجع المودلز المشروع اهوت. تقول مثلا عايز افتح الملف دوت، تقدر تعمل ايشو. يعني سيبك من الايشو اللي موجود دلوقتي، خلينا نعمل واحد جديد بس الفيور يتفتح، يفتح المشروع. هو بيبدأ يحمل اهوت، ده مثله ان انت تقدر تراجع على المشروع، وممكن يكون في كذا شركة شغالة في المشروع، فكلكم تقدروا تعملوا ابلود للملفات وتقدروا تراجعوها مع بعض وتشوفوا الكومنتات. ده مش مع بعض، مثل ان هو اونلاين، فممكن يكون في كذا واحد شغال في كذا مكان، فكلكم عندكم انترنت اكيد يعني، فبدل ما تستخدموها في ان انتوا تدخلوا على الفيسبوك وتويتر تقدروا تشوفوا المشروع من غير ما حد فيكم يسطب برامج. يعني هو مجرد بس المتصفح عادي بيقدر يفتح الملف دوت. دلوقتي ممكن اقول له انا عايز اعمل اشوف هنا بعض الملحوظات، اسمي ده مثلا نمبر 1، واقول له الاهميه بتاعته ميديم، الستاتس بتاعته هل هو اوبن ولا ان بروجرس ولا فول ابروفال ولا كلوز ان بروجرس مثلا، الساين لمين للمعماري، التايب بتاعه الانفورميشن ولا ديزاين، التاريخ اختار التاريخ اللي انت عايزه، والديسكريبشن تقدر تكتب اي ديسكريبشن. بعد كده نقدر ناخد صوره، خلينا نعمل مثلا زوم على جزء معين، واقول له ايه خد الصوره ديت واقول له سيفها. تمام، طيب اقول له سيف ديت. تمام، دي كده ايشو، فهو عامل ايشو تاني واقول له خلي دي مثلا 2، وابدا بختار البريورتي بتاعتها هاي مثلا، دي مثلا فور ابروفال، اساين للكلاينت، دي حاجه خاصه بالديزاين، دي بعد كده هاخد صوره مثلا للجزء دوت. اي حته ادوس عليها مرتين بيبدا يعمل زوم عليها، اقول له خد الصوره ديت، اقدر اعمل زوم عليها، اقدر اغير فيها، اقدر اكتب او اعمل مشاورة عليها وسيف سيف. بقى انا كده عندي 2 ايشو. ممكن تيجي هنا تلاقي نفسك اتنقلت على طول بين 1 و2. طيب عايز تدخل في التفاصيل بدوس على السهم دوت، تيجي لي كل التفاصيل بتاعت المشروع. ممكن اقول له لا ده خلاص دي هنا كلوزد، تقدر تشوف الصورة، تقدر تعمل كومنت دوت سيفه وتحط صورة تانية. زي ما انت شايف تقدر تحتفظ بتقارير كتيره، تمام، بحيث ان الناس ترجع. في واحده اختفت اللي احنا عملنا لها كلوست، تقدر تيجي هنا تقول له اكسبورت بي سي اف. بي سي اف يعني ايه؟ يعني الملف اللي فيه كومنتات بس. تمام، امبورت البي سي اف. هنا ممكن تقول له انا مش عايز اشوف الحاجات اللي هي كرييتد باي سبلاير، مش عايز اشوف الحاجات الخاصه بالام بي وهكذا. الاكسبورت البي سي اف هو بيصدر لي ملف، الملف ده تقدر تفتحه على اي برنامج من برامج البيم وتقول له امبورت بي سي اف، فتبدا تظهر لك الكومنتات ديت في قلب المشروع اللي انت شغال.